بداية مشاهدينا الكرام، بدنا نتعرض ل يعني الحقيقة احدى ملفاتنا المحلية، وكان هناك تصريح لسعادة نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ مازن رشيدات، قال فيه اننا سنرسل انذار عدلي للدكتور عمر رزاز رئيس الحكومة للطعن قضائيا باتفاقية الغاز. واحنا نتحدث كنا قبل قليل عن صفقة القرن، واتفاقية الغاز مش معقول انها تستمر واحنا بنحكي عن صفقة القرن ومواجهة المشروع الصهيوني. شو يعني انه انذار عدلي للرزاز؟ هذه الخطوة التي نقابة المحامين قررت خوضها، بدنا نعرف التفاصيل مع سعادة نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات. مساء الخير أستاذ مازن. الله يسعد مساك، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. يعني أستاذ مازن، ماذا يعني أن نقابة المحامين ترفع أو ترسل إنذار عدلي بحق باسم يعني رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز؟ ما معنى هذه الخطوة أستاذ مازن؟ يا سيدي، أول شيء شكرا لكم، يعني هذا الموضوع مهم ويمكن يعني يقلق معظم أفراد الشعب الأردني. بكل أسف الحكومة، طبعا هاي الحكومة واللي قبلها واللي قبلها حكومات متعاقبة، لكن هي تغيير أشخاص، لكن النهج ما اختلف. نعم. واضح هو يسير في ركب معاهدة وادي عربة. لمن لا يعلم فإن اتفاقية الغاز هي جزء مهم من اتفاقية وادي عرب، واللي برجع لبنود الاتفاقية تبع وادي عربة يجد من ضمنها التعاون في كل المجالات، بدءا من الماء وانتهاءا الغاز. نعم. وكلها أمور حيوية بتمس حياة الشعب الأردني. أنا يعني من هذا المنبر يعني بقول غريب إنه كيف اللي وقعوا على هذه المعاهدة، كيف سلموا الشعب الأردني ورغبة الشعب الأردني لعدو صهيوني ليس له عهد ولا إلا ولا ذمة، وينقض كل الاتفاقات. فالآن إحنا طبعا تذكر قبل حوالي 6 أشهر إحنا وجهنا إنذار عدلي أيضا للدكتور عمر رزاز بصفة رئيس الحكومة حول اتفاقية موضوع الباقورة والغمر. نعم. ويعني في ذاك الوقت بعد أن وجهنا الإنذار يعني جلالة الملك تدخل وأمر الحكومة أن تنهي هذا البند من الاتفاقية. الآن يمكن الغاز يمكن أهم بكثير من موضوع الباقورة والغمر. الباقورة والغمر صحيح هم قطعتين أرض غاليات علينا ويجب أن تعود السيادة لهم، لكن الغاز بمس حياة كل أردني ببيته. ولذلك طبعا بالبداية كانت الحكومة تقول أن الاتفاقية بين شركتين، اتضح فيما بعد انه فعلا شركه الكهرباء الوطنيه هي اللي موقعه الاتفاقيه مع شركه نوبل انرجي. بعد البحث بين انه نوبل انرجي هي ائتلاف لشركات صهيونيه اسرائيليه. من هنا بدات علامات الاستفهام حول هذه الاتفاقيه. طبعا اكتشفنا فيما بعد انه الحكومه تصرح انه في غرامه 1.5 مليار مليار دولار إذا تراجعنا عن الاتفاقية. نعم. كان السؤال لماذا الحكومة عليها شرط جزائي ب1.5 مليار دولار ما دام التوقيع بين شركتين؟ ليتبين أيضا أن هناك واضح بنود سرية. الحكومة يظهر أنها إما كفلت أو وقعت. نعم. بدليل الاستملاكات أستاذ مازن، مش هيك؟ اللي بمناطق إربد. هذا بعدين الخطوة، لكن إحنا بنحكي ابتداء إنه يعني لماذا الحكومة تلتزم أو تتحمل 1.5 مليار دولار كشرط جزائي في حال إنهاء الاتفاقية ما دام التوقيع الاتفاقية تم بين شركتين؟ إذن الموضوع ليس بين شركتين، واضح هو أبعد من ذلك، بدليل انه مجلس النواب عندما طلب الاتفاقيه تباطات الحكومه كثيرا اكثر من عام حتى ارسلتها، وعندما ارسلتها كانت ناقصه وتحتاج الى ترجمه. وللان لم يطلع مجلس النواب على حقيقه هذه الاتفاقيه. طبعا ومجلس النواب مشكورا اخذ قرار برفض هذه الاتفاقيه، ويظهر انه بدهم يعني يوجهوا يعني استفسار للمحكمه الدستوريه، وانا لا اعول كثيرا على موضوع هذا الاستفسار،
أنا كنقيب للمحامين وكمحامي أقول أن هذه الاتفاقية كان يجب أن تعرض على مجلس الأمة بشقي النواب والأعيان، لأنه يوجد تحميل لخزينة الدولة الهاشمية وبالنتيجة المواطن الأردني أعباء مالية لا يجوز أن تتم من قبل الحكومة أو شركة دون موافقة مجلس الأمة. عليك عن طبعا أنه من قام بالاستملاكات وزارة الطاقة، وهذا أيضا يعني أن الحكومة طرف رئيسي في الاتفاق وليس بين شركتين. لو كان بين شركتين فلا داعي للاستملاكات، لكن واضح أن هناك استملاكات والحكومة هي التي في بنية تحتية ضخمة يعني عم شاهدناها. نعم 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 نعم. والعمل يعني رغم المعارضة الشديدة ووقوف نقابتي المهندسين والمقاولين باعتبارهم جزء من لجنة يجب أن توافق على دخول شركات أجنبية للعمل في الأردن، رغم رفضهم إلا أنهم استثنوا هذا الرفض ووافقوا لشركات أجنبية أن تقوم بهذا العمل وليس شركات أردنية. الحمد لله كما صرح نقيب المقاولين لا يوجد أي مقاول أردني مسجل نقابة قبل بهذا العمل، وهذا طبعا يعني أمر يعني برفع الرأس وبيبين أنه شعبنا الحمد لله واعي لموضوع هذا التطوير. ولذلك احنا قررنا الآن نوجه انذار إلى رئيس الحكومة بواسطة الكاتب العدل. هذا الانذار لن يختصر على نقيب المحامين، إنما سيشمل معظم المحامين في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الانذار أيضا ستوجه النقابات المهنية بواسطة نقبائها، أيضا ستوجه الأحزاب بواسطة الأمناء العامين للأحزاب. لمن يرغب من أفراد الشعب نحن جاهزون لكي نعطيه نسخة من هذا الانذار لكي يوجهها من أي كاتب عدل موجود على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. ما المعنى القانوني لذلك؟ يعني شو الإجراء اللي يترتب على هذا الانذار أستاذ مازن؟ عادة الانذار العدلي هو إجراء يسبق الإجراءات القضائية. هو يعني خطوة عملية قانونية تسبق أي إجراء قضائي قد يتم اتخاذه من حيث إقامة الدعاوى لإبطال هذه الاتفاقية. والمقصود عمر رزاز بشخصه ولا بصفة الوظيفية؟ لا طبعا لا لا لا, لا. هاي مهمة. لا لا، هو الانذار موجه إلى عمر رزاز بصفته رئيسا للحكومة. نعم. ولمجلس الوزراء باعتبار أنه يعني حسب أحكام الدستور مجلس الوزراء والحكومة صاحبة الولاية العامة، وهي التي يجب أن تتخذ القرار لأنها الحكومة التي وقعت هذا الاتفاق. نعم. طبعا الحكومة مش شرط نفس الأشخاص، لكن احنا بنحكي على عمل مؤسسي لحكومات متعاقبة. واضح انه الحكومة السابقة والتي سبقتها هم من باشروا بهذا الإجراء ووقعوه. نعم. لكن الرزاز ينفذ كرئيس للحكومة طبعا. نعم. ولذلك احنا طب هنا أستاذ مازن أنا يعني نذكر عشان ما تكون احنا ذاكرتنا ذاكرة سمك كما يقال عن الشعب الأردني. نعم. وننسى في جلسة البرلمان التاريخية المعروفة التي رفض بها البرلمان كامل اتفاقية الغاز. نعم. كان رد الحكومة أنها ستعرض الاتفاقية على المحكمة الدستورية. هل من جديد ماذا جرى للاتفاقية في المحكمة الدستورية؟ حتى الآن لم يجر أي شيء بالنسبة للمحكمة الدستورية. وأنا يعني برضو بأكد أنه يعني أخذ رأي المحكمة الدستورية في هذا الموضوع يعني يمكن سابق لأوانه، لأنه يجب أن يعرض الأمر على مجلس الأمة وأن يعني يتم الموافقة عليه وإقراره من مجلس الأمة. نعم. الإجراء يعني قانونيا ودستوريا باطل. وأنا يعني أنا أعجبني تصريح رئيس مجلس النواب. نعم. اللي ذكر وبالفم الملآن أنه حتى لو أقرت المحكمة الدستورية هذا الاتفاق فنحن لا نقبل به، وهذا أمر طبعا مهم أن يكون هناك موقف موحد بين النقابات والأحزاب والنواب والشعب لرفض هذه الاتفاقية من حيث المبدأ لمقاومة التطبيع أولا، حتى وثانيا حتى لا تكون رقبة الأردن في يد العدو الغادر الصهيوني. جميل جميل. احنا يعني
الآن هذه الخطوة طبعا هي تمهيدية، هي أولية، سنعطي الحكومة مهلة حتى تستجيب لهذا المطلب الشعبي النقابي الحزبي النيابي، وإذا أصبر على موقفها سنبدأ باتخاذ الإجراءات القضائية إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أنا نشكرك يا أستاذ مازن على هذه المبادرة الطيبة، وإن شاء الله نكون داعمين لها ومواكبين أولا بأول لها، خاصة ونحن نتحدث عن تحديات خطيرة، وعلى النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني يكون لها دور في تحريك الشارع بناحية حقيقة منطقية. نرفض اتفاقية الغاز كجزء من رفضنا لتصفية القضية الفلسطينية وصفقة القرن. من يعني يمرر صفقة الغاز سيمرر غيرها، هذا لسان الحال. أشكرك شكرا جزيلا سعادة نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت. نكتفي بهذا القدر في هذا الملف، وللحقيقة كله يؤكد على أننا بحاجة إلى إجراءات رسمية حتى نعزز الدعم لصانع القرار في رفض الاتفاقية لصفقة القرن، من ضمنها هذه اتفاقية الغاز، ومن ضمنها رفض المشاركة في مؤتمر المنامة، ومن ضمنها بعض المؤشرات الأخرى. نذهب إلى فاصل قصير، نعود من بعده إلى ملفات جديدة، فكونوا معنا.